نعم. أحمد من المدينة يقول أنه أفطر قبل الأذان بدقيقتين على ساعة المنزل قبل أن يؤذن في الحرم المدني أو في المساجد القريبة. صومه صحيح على القول الراجح، أن من أفطر بطريق الخطأ هو كمن أفطر نسيانا، فصومه صحيح. وقد جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لا اشتهر ذلك كما اشتهر فطرهم. ولذلك فالقول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أن من أفطر مخطئا أن صومه صحيح، وكمن أفطر ناسيا، وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. ولا فرق بين الناس والمخطئ، والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعلى هذا نقول: أخي الكريم، صومك صحيح والحمد لله.